السلام عليكم جميعا، معكم مهندس علي من قناة الشرح الهندسي. وقبل ما أبلش أشرح عن السوبر شارجر، حاب أشكر كل واحد عمل سبسكرايب للقناة وعمل لايك وعمل شير وعمل كومنت على الفيديوز اللي كنت أسوي لها أبلود، وبعتذر عن طول الانقطاع اللي تعددت أسبابه. ما راح أطول عليكم أكثر من هيك، وبتمنى تعملوا لايك للفيديو اللي راح أشرح عنه. الهدف الرئيسي من السوبر تشارجر هو زيادة عزم أو قوة المحرك. لنزيد عزم المحرك نحتاج لحرق كمية وقود أكبر، ولنحرق وقود أكثر نحتاج لكمية هواء أكبر. الهدف من السوبر تشارجر هو زيادة نسبة الهواء الداخل على غرفة الاحتراق في كل بساطة، مثل التيربو تشارجر. لكن الفرق الأساسي ما بينه وبين التيربو تشارجر إنه التيربو عندنا بيدور على غاز العادم اللي طالع من المحرك، والسوبر تشارجر بيدور مع حركة المحرك من خلال السيربنتين بلت اللي هو القشط أو الحزام تبع المحرك. طيب، على السوبر تشارجر عندنا أكثر من نوع. أنا راح أشرح عن نوع واحد اللي هو روتس سوبر تشارجر، مبين عندنا في الرسمة هاي. تمام، أنا مقسم الرسمة هاي لثلاث أجزاء. عندنا في النص هذا عبارة عن محرك، وهذا موقع السوبر تشارجر في الأغلب بيكون فوق المحرك. زي ما انتم شايفين السوبر تشارجر بيتحرك البكرة تبعته عن طريق الحزام، اوكي، او القشاط تبع المحرك. هذا السوبر تشارجر عندنا من الأعلى، اوكي، توب فيو، اوكي. وهذا الفيو عندنا اللي هو عبارة عن كروس سكشن. اذا احنا قصينا السوبر تشارجر كيف بنشوفه من قدام، اوكي، بنشوف الشفرات تبعون السوبر تشارجر. عفوا، طيب السوبر تشارجر عندنا جدا بسيط. جوا الانكلوجر او البوكس تبع السوبر تشارجر المعدني بيكون في عندنا اسطوانتين. هذول الاسطوانتين عليهم شفرات. شو هدف هاي الشفرات؟ لما تتحرك عندنا الشفرات عن طريق حركة المحرك زي ما حكينا في الحزام، تحرك عندنا البكرتين هذول متصلين في بعض، يؤدوا لحركة الاسطوانات اللي عليها شفرات، اوكي، وهذه بتعمل زي فاكيوم، تسحب الهواء من الأعلى بينزل للأسفل زي ما هو موضح عندنا في الرسمة هاي. حركة الشفرة على اليمين في اللون الأخضر وحركة الشفرة على اليسار في اللون الأحمر يؤدي إلى سحب الهواء للداخل. الهواء الناتج الخارج من عندنا بيكون هواء حامي، أوكي، درجة حرارته مرتفعة، وبالتالي لازم نبرده، فبنوديه على الانتر كولر. الانتر كولر هو عبارة عن زي راديتر، تمام. في عندنا نوعين من الانتر كولرز، يا الانتر كولر بيتبرد عن طريق الهواء، او ووتر كولد انتر كولر اللي هو بيتبرد عن طريق ماء تبريد، اوكي. طيب لما يروح عندنا الهواء من الانتر كولر، اوكي، ويبرد بتزيد كثافته، الدنسيتي تبعته بتزيد، فبالتالي بتكون كفاءته اعلى لما يفوت على المحرك. زي ما حكيت عنا اهم نقطة انه السوبر تشارجر بيتحرك عن طريق الحزام، يعني ما بيكون عندنا لاج، ما في عندنا تأخير في العزم، اوكي. العزم بيكون عندنا سريع على RPM، اوكي، دورات محرك واطية. فالسوبر تشارجر من اهم اهدافه انه بيعطينا عزم، او بتشوف الفرق فيه على دورات قليلة للمحرك RPM واطي. هيك بنكون خلصنا شرح عن الفيديو. اذا عجبك هذا الفيديو ساعدك انك تفهم السوبر تشارجر، لا تنسى تعمل لايك، تعمل سبسكرايب للقناة، وتعمل شير لاصدقائك. ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم على خير.